ينضم لنا من واشنطن الكاتب الصحفي إيهاب عباس المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية. كيف هو رد الفعل في الداخل الأمريكي سواء على مستوى المسؤولين على مستوى الإدارة الأمريكية أو على المستوى الشعبي من محرقة ليلة أمس، وهم يعلمون جيدا أن الأسلحة التي تم استخدامها في هذه المحرقة هي أسلحة أمريكية الصنع؟ نعم، أهلا بحضرتك أستاذة إنجي، وأهلا بكل المشاهدين. طبعا يعني تعزينا القلبية لكل أهالينا في الأراضي الفلسطينية على ما حدث لهم، ونتمنى لهم السلامة وأن تنتهي هذه الحرب في الوقت المناسب حتى يعني يحصلوا على حقوقهم بعد ذلك. نعم، بالمفاوضات والطرق السلميه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يعني داخل الولايات المتحده الامريكيه ردود الفعل، اذا ما تحدثنا عن ردود فعل سياسيه، لا توجد ردود فعل سياسيه. يعني حتى اللحظه لا يوجد اي تصريحات امريكيه سياسيه تتحدث عن ما حدث في غزه او توصفه باي وصف من الاوصاف. ليه؟ لانه طبعا الاداره الامريكيه لا تريد ان تغرد خارج السرب الاسرائيلي، يعني تخرج هي بتصريحات تفهم منها انها على خلاف مع الجانب الاسرائيلي في هذا التوقيت الحساس. حتى لو كان ذلك على حساب اهالي غزه، نعم، حتى لو كان ذلك على حساب اهالي غزه. ولا نستغرب يعني انه يعني منذ بدايه الصراع وحتى اليوم، مش الصراع اللي هو من 7 اكتوبر ولكن الصراع اللي هو بقى له حاجه 80 سنه. الامور العسكريه هي دائما بيد الولايات المتحده، يعني الاسلحه التي تستخدمها اسرائيل في ضرب العمق الفلسطيني هي دائما أسلحة أمريكية أو على أقل تقدير أسلحة غربية، فليس جديد في هذا الأمر. طيب على المستوى الشعبي، المستوى الشعبي منقسم لاتجاهين، في الاتجاه السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، وده في حد ذاته منقسم على نفسه، يعني هناك من يؤيد الجانب الإسرائيلي وهناك من يؤيد الجانب الفلسطيني، وصراع يدور في التصريحات المختلفة بين هؤلاء وهؤلاء. وبالمناسبه هم ليسوا فقط من مثلا الامريكيين من اصول عربيه او شرق اوسطيه، لا، هم من كل الاطياف والاجناس والاعراق والديانات في المجتمع الامريكي. نعم. هناك الجانب الاخر الشعبي المتمثل ايضا، يعني ان جاز التعبير، نوع يعني نقول الميديا العاديه، يعني وسائل الصحف، قنوات. هناك من تجاهل على الاطلاق هذا الامر، يعني مثلا فوكس نيوز لم تذكر ما حدث على الإطلاق من خلال متابعتي لموقعهم الأونلاين. ما فيش أي إشارة. لا يعني ما أنا يعني حضرتك لو دخلت على موقع فوكس نيوز هتلاقيهم بيتكلموا في حاجات تانية خالص مختلفة ملهاش أي علاقة باللي حصل. لكن مثلا سي إن إن ذكرت الضربة وقالت التصريحات اللي صدرت من المسؤولين الفلسطينيين، وقالت حتى ذكرت إنه التصريح اللي صدر على لسان بنيامين نتنياهو إنه ان الضربة كانت تراجيك ميستيك، يعني خطأ مأساوي. فطبعا ده مثلا سي ان ان خلاص هم حطوها في هذا الاطار، يعني في اطار انه خطأ، يعني هم اطروا المشهد في اطار الخطأ، بروزوا المشهد في صورة انه ده اللي حصل ده غلط. وخدي بالك وانت اكيد واخده بالك طبعا انه طوال الفترة الماضية وما قبلها يعني من حروب واشتباكات، لما كان بيبقى فيه ضربات اللي هي يعني بتكون عليها علامات استعجاب واضحة وتعجب واضحة، يعني واسئلة انه يعني فعلا خطأ يعني لا مجال، كانت اسرائيل بتقول ايه او امريكا نطالب بالتحقيق، واسرائيل تقول هنحقق وسيتم محاسبة المسؤولين، ولا بيتم محاسبة مسؤولين ولا في تحقيقات ولا في اي حاجة بتاعها. يعني ده اللي دايما بنشوفه. ده معناه ايه؟ معناه حاجة واحدة بس، انه من يمتلك القوة يستطيع ان يفعل ما شيء ما شاء بالمخالفة للقوانين والاعراف سواء كانت دولية او اقليمية او محلية، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. امم متحدة تخبط راسها في الحيط، مجلس امن يخبط راسه في الحيط. رأيك بالظبط. محكمة العدل الدولية. ما اسرائيل بتنتقم من اسبانيا بوقف خدمات قنصليتها في الضفة، يعني واللي مش عاجبه برضه يخبط راسه في الحيط. خدمات قنصليتها في الضفة يا استاذة انجي، ده وقف خدمات قنصليتها في الضفة للفلسطينيين، يعني عقوبة مزدوجة.
يعني عقوبة يعني مزدوجة. قمة في التعنت. بس شوفي، هي بص هقول لحضرتك على حاجة، احنا كل اللي بنتكلم فيه دائما بيدور حول ردود الفعل، وبنلف دايما حوالين المشكلة الرئيسية. ايه المشكلة الرئيسية من وجهة نظري انا الشخصية؟ ضعفنا احنا كمجتمعات عربية، وانا بتكلم بمنتهى الصراحة، واخد بال حضرتك، احنا للأسف الشديد لا نملك ما نردع به مثل هذه التصرفات، واخد بالك؟ نحن نعتمد عليهم في الغذاء، نعتمد عليهم في المأكل والمشروب، نعتمد عليهم في التسليح، نعتمد عليهم في التكنولوجيا، نعتمد على، انا بتكلم على الغرب عامة يعني. فدائما نحن في الموقف الأضعف. ولذلك معلش انا بوجه كلمة من خلال برنامج حضرتك ومن خلال القناة المحترمة اللي انا يعني طالع معاها، يا جماعة ارجوكم ارجوكم، وفي كلمة قالها رئيس السيسي اعتقد من فترة قليلة جدا بتسير في نفس الفكرة اللي عندي، ارجوكم في سوق العمل وفي الجامعات وفي التعليم المصري ركزوا على ما تحتاجه الدولة المصرية حتى تنهض، نعم. ما تركزوش على المجموع، ما تركزوش على الثانوية العامة، ما تركزوش على الدراسات اللي ملهاش اي لازمة في الحياة، ركزوا على الحاجات اللي تنهض بينا كمجتمعات. صدقيني هو ده اللي بمرور الوقت هينقلنا نقلة كبيرة، هنكون في مصاف الدول الكبيرة لما نحط الراجل المناسب في نعم المكان في المكان. المناسب. أشكرك الكاتب الصحفي إيهاب عباس المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، كنت معنا من واشنطن.